سكان القرى اللبنانية، الغارات ستبدأ على المدى الزمني الوشيك. اخلوا البيوت التي أخبأ فيها حزب الله الأسلحة فورا. حزب الله عم يضحي فيكم. نحن على علم بأن حزب الله يشجعكم على البقاء في قراكم. نقرأ كل هذه البيانات على التليجرام وغيرها من المنصات، لكننا نوضح لكم أن الوضع خطير وأن سلامة المدنيين نعتبره من أولوياتنا. فالغارات المكثفة ستبدأ على مدى الزمن الوشيك. أي تأخير في إخلاء البيوت التي قام حزب الله بتخزين أسلحته فيها قد يعارض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر. نرجو منكم إخلاء تلك البيوت فورا والابتعاد عن الأماكن التي قد تكون أهدافا للغارات. حزب الله يضحي فيكم اليوم مثل ما فعل في الأيام الأخيرة عندما اختبأ بينكم. هو يختبئ بينكم الآن، يقول إنكم بيئته وإنكم جمهوره، لكنه يستغلكم أداة رخيصة. يبدو أن صواريخي ومسيراتي أغلى وأهم بالنسبة له منكم. نتمنى لكم الصحة والأمان. ندعوكم من جديد إلى أخذ هذا التحذير على محمل الجد وإخلاء البيوت والمنشآت التي أخبأ فيها حزب الله أسلحته.